لك الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، فزت بالمركز السادس في اولمبياد ابداع العلمي 2022. ووجه كلمة شكر لجميع الناس اللي ساعدوني وعاونوني على هذا، وإن شاء الله يا رب نمثل المملكة خير تمثيل في مسابقة آيسف. وطبعا هممنا حتى القمة زي ما قال ولي العهد برؤيته اللي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويا رب نرفع رأس الوطن للقمة دائما. وشكرا لكم دعواتكم.